في الفيديو الماضي حكيت لك 10 نقاط مهمة تساعدك تاخد قرار إذا أنت كنت خايف أو محتار إنك أنت تاخد قرار معين. في هيدا الفيديو بدي أحكي لك توب 10 tips to avoid making mistakes، أحسن 10 نقاط إنك أنت تتجنب إنك تعمل أخطاء إذا بالشغل أو عند اتخاذ قرار معين. جاسر مصطفى ونو مور، وخلينا نبلش. النقطة الأولى عشان عطوفتك ما تعمل أخطاء هي إنك أنت أصلاً ما تخاف إنك أنت تعمل أخطاء، بالعكس أنت رح تتعلم منها كثير. والنقطة رقم 2، إذا أنت كثير خايف إنك أنت تعمل أخطاء أو to make mistakes وكان ولا بد وحاب تتجنب إنك أنت تعمل هذه الأخطاء أو المشكلات، فلا تحاول تعمل كثير أشياء مع بعض، لا، حاول تصنفهم وتعطيهم أولويات معينة وجدول زمني معين، وحاول إنك أنت تاخد small amount of tasks، ما تروح تاخد لك كل tasks الكوكب مع بعض. اللي بيعرفون ناس بيحكوا هذا بيحكي لنا إشي وبيعمل إشي ثاني، مش مشكلة. والنقطة رقم 3، والبنات أرجوكم لا تدقوا فيي، بس النقطة رقم 3 اللي موجودة في كثير من الريسورسز اللي قرأتها في حياتي واللي ما قرأتها في حياتي واللي ما بعرف عنها أساساً، حاول إنك أنت تتجنب المالتي تاسكينج. جاسر خف علينا، ما أنت مقضيها مالتي تاسكينج، مش مشكلة، حاول إنك أنت تتجنب المالتي تاسكينج قد ما تقدر، لأنه ممكن انك انت تصير محتاج وقت اكثر انك انت تخلص هاي التاسكس، او انك انت اصلا ما تقدر تخلصهم كلهم. والنقطة رقم 4، وهي نقطة جدا مهمة، حاول انك انت تبعد عنك كل شيء ممكن يشتتك قدر الامكان، لانه اذا انت قاعد تفكر تتخذ قرار معين وفي كل شيء قاعد يشتت فيك او distractions كثيرة حواليك، بالاغلب ستتخذ قرار خاطئ، او اذا انت بتعمل شغلة معينة وفي كثير حواليك distractions فبالأغلب راح تعمل مشكلة في الأشياء اللي انت قاعد تعملها، لأنه تركيزك راح يتشتت. والنقطة رقم 5، إذا انت عندك شك إما بقرار معين انت قاعد تتخذه أو بمجموعة أعمال انت بتعملها أو بعمل معين انت قاعد بتحاول انك تنتجزه ومش متأكد انه هذا هو القرار الصح 100% ولا هذا الطريقة الصحيحة 100% لإنجاز عمل معين، فخذ وقتك كثير منيح في التفكير والتحليل والمنطق قبل ما تنجز هذا العمل أو تتخذ هذا القرار. والنقطة رقم 6، إذا عم تتكرر معك نفس الأخطاء بنفس الفريكونسي بنفس السرعة وبنفس البيس وبنفس معدل التكرار وبنفس النوعية وبنفس الحيثية، معناته في إشي بالسيستم عندك غلط. تطلع شوي برا الموضوع، تطلع على الموضوع من بعيد، بتحلل الأسباب الأساسية اللي رئيسية اللي 100% هي سبب حدوث هذه الأخطاء بهذا الشكل المتكرر بشكل كثير كبير، وبتحل الجزئية الأساسية المتعلقة بهذا الموضوع، بعدين تنطلق لإنجاز القرارات الثانية أو المهام الثانية اللي أنت بدك تعملها. root cause analysis، solve the root cause، بعدين انطلق للأشياء الثانية. يعني أنا فريكوينتلي في عندي صوت زوامير في الشارع، مش عم بتطلع على الروت كوز ولا عم بحل الروت كوز، إنه أنا غرفتي على الشارع اللي بصور منها. إذا نقلتها على الجهة الثانية من البيت، الغرفة الفاضية اللي أساسا ما حدا قاعد بيستخدمها عندي في البيت، تنحل مشكلتي، بس أنا مش عم بحل الروت كوز. أنا عم بحكي لكم أشياء وما بعملها، ديروا بالكم. حطولي بالكومنتس أشياء مثل هيك أنتوا بتعملوها ونحن نهتم نحكي للناس لا تعملوها. وشغلة تانية من الأشياء اللي فريكوينتلي بتتكرر وما بحل الروت كوز تبعها، إنه أنا بشبك المايك، بعمل تصوير لثلاث أربع فيديوهات، بعدين بكتشف انه المايك اما كان مسكر او ما كان مشبوك، وهذا هو الروت كوز، انه انت ما شيكت انه المايك شغال، ما عملت تيست وما شيكت الوصلة تبعته مشبوكة في الكاميرا منيح او لا، ولا انه شغال 100% او لا، فبطلع الفيديو بدون صوت. وبطلع في كل فيديوهات بحكي لهم ديروا بالكم المايكات ممكن تكون انها مش شغالة وما عم تاخد صوت مع الفيديو، وبرجع بعيد الفيديوهات مرة وتنتين وثلاث، كل مرة بصرف لي ساعة زيادة على الموضوع، وهذا مش اشي healthy بالمرة. والنقطة رقم 7، وهي من النقاط اللي أنا بآمن فيها ويمكن عشان هيك مش قاعد بحل الروت كوز اللي كان رقم 6، إنه أنت آمن إنه الأخطاء والمستيكس هي جزء لا يتجزأ وشيء طبيعي من إجراءات العمل والحياة الطبيعية والتفكير في قرارات معينة. إذا آمنت بوجود الشيء الطبيعي هذا في حياتك فراح تصير أنت تتعايش معه، بس ما حتخليه موجود، أنت تعايشت معه وخليته موجود، بس أنت ما حتخليه موجود، وراح تحاول تحل هيدي المشكلات
وتتخلص منها وتنتقل للي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ولكن تتعلم منها بشكل أساسي. ولأنك بتآمن أنه أنت ما راح تقدر تلغيها، فبتقللها وتقننها وتتعلم منها في المرات القادمة. أنا دائما بحاول أقننها يعني، بس مش مشكلة. والنقطة رقم 8 شو بتحكي لك؟ بتحكي لك ارفع مستوى ثقتك بنفسك وحدسك وقدراتك وطريقة تفكيرك والقرارات اللي عطوفتك ممكن تتخذها، حتى لو انك انت دائما بتجيب نكتاف، بس انت اثق بنفسك يعني. النقطة رقم 9 من النقاط اللي جدا 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 مهمة، انك انت تدرب حالك على التفكير والتحليل والعمل واتخاذ القرارات وحل المشكلات تحت الضغط وفوق الضغط وفي كل حالات الضغط، وفي وجود مشكلات ووجود ستريس ووجود كره ووجود عدم كره ووجود محبة ووجود هابينس ووجود جوي ووجود كل الأشياء أو المشاعر اللي ممكن أنها ستريس يو أو بريشر يو، أنها تخليك تتخذ القرار بطريقة سليمة أو بطريقة غير سليمة. كل حالاتك حاول أنك أنت تدرب حالك على هذه المهارات، لأنها تساعدك كثير أنك أنت تأخذ قرارات صحيحة. والنقطة رقم 10، لأنه الوالد الله يخلي لي إياه من وأنا كتكوت هالقد كان يحكي لي الصاحب ساحب، فأنت كمان أحب أحكي لك أنه الصاحب ساحب. وحاول أنك أنت تحاوط نفسك بناس عندهم مهارات عالية في التفكير والإبداع والتحليل واتخاذ القرارات وحل المشكلات والتفكير تحت الضغط وفوق الضغط وجنب الضغط من اليمين وجنب الضغط من اليسار، يعني عشان يسحبوك على هاي الزون اللي نحن عم نحكي عنها. سلام.